الحمد لله على الانتصار تاع اليوم هذا. حنا التنقل تاعنا يعني كان التنقل تاعنا لهنا العنابه كنا جايين بنيه الفوز، لاننا الفريق تاعنا راهو الان راهو في مقدمه الترتيب في المرتبه الثالثه. دائما نبحث باش نقلص الفارق على المتصدر تاع جمعيه الخروب، لاننا الرزنا ما راح تكون في صالحنا ان شاء الله. عندنا مقابلتين الاسبوع القادم، يعني مقابلتين في ميداننا، حاولوا نستغلوا الفرصه هذه. اليوم الفريق ادى مقابله جد ممتازه دفاعيا وشويه على مستوى الهجوم، الحمد لله في 3 بوا ثمينه ياسر ان شاء الله، وعلى ربي ان شاء الله نهدوها هذه لأهل واد سوف وأهل الجهة ومحبين كرة القدم، وإن شاء الله ماتش بار ماتش إن شاء الله والقدم أفضل إن شاء الله. جبنا 3 بوا من حمراء عنابة، نهدوا الفوز الجمهور والطاقم الفني، خدمنا درنا اللي علينا والحمد لله جبنا 3 بوا.